بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في ثالث أيام هذا المهرجان في هذا اليوم الذي نتابع من خلال تحديات هجني أصحاب السمو الشيوخ في 5 أبريل 2021 في هذه الانطلاقات في 23 من شعبان 1442 هجرية في ثالث أيام مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. في برنامج صباح هذا اليوم 16 انطلاقة لهجني أصحاب السمو الشيوخ من فئة اللقاية، حيث يتنافس الجميع، وهجني أصحاب السمو الشيوخ في منافسات شيقة وعملاقة على مدى 16 شوط. 4 أشواط الأخيرة خصصت لأشواط الإنتاج والمنتجين من هذه المؤسسات العملاقة. بسم الله وعلى بركة الله، اللهم بك بدأنا وعليك توكلنا، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب هنا في قلب الحدث، ميدان المرموم. نرحب بكل الأخوة الحاضرين المتابعين لهذه الانطلاقات ولهذه السباقات. ترحيبنا بكل المتابعين من أمام شاشة دبي ريسينج وكذلك قناة ياس الفضائية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير الرياضي التراثي المهم. أهلا وسهلا بالجميع. أول الأشواط الخاصة بالأبكار، اللقاية المحليات الأصايل، ينطلق يندفع يسير وليد البارودي مخرج هذا السباق، يتمنى التوفيق كذلك للجميع مع انطلاقة أول الأشواط. على بركة الله نذهب إلى الشاهينية لهجن العاصفة مسيطرة ومتقدمة مشاهدينا الكرام، مع أول المراكز التضمير لدى غياث الهلالي، بينما المركز الثاني تتقدم فال، تعود ملكيتها لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت عزة، تعود ملكيتها لهجن الرياسة في هذه اللحظات مع المضمر راشد بن محمد بسم المنصور. الشاهينية لهجن العاصفة تتواجد على المركز الرابع. المركز الرابع شاهينية الهجن العاصفة مع المركز الرابع، بينما في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الخامس، خامس المراكز وصول الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير لدى سعيد بن عبيد الحميري، يقدم الكورة، تقل إلى المركز السادس. وفي سادس المراكز مياسة لهجن الرياسة في عملية التضمير، راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز السابع الشاهينية التابعة لهجن ند الشبا، عملية التضمير والتدريب يأتي المضمر سالم بن سعيد. المركز الثامن انتقل الى شعار هجنة الشحانية، فاهلا وسهلا بكل الضيوف، هذه موجة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية وعبد العزيز، يقدم لنا موجة. المركز التاسع، المركز التاسع المايدي لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، المضمر عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، هجن الرياسة خادمة مع المركز العاشر. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، من اختتم سباقات قطر بسيف قطر بسيف أمير قطر، يأتي هنا ليستفتح هذا اليوم بانطلاقات وتحديات شعار هجن الرياسة. حمر خطر مر عبر خلف العشر، هناك اسماء قوية وعملاقة من شعارات أصحاب السمو الشيوخ والمؤسسات التي تتنافس هنا بمنافسة شيقة مع جماهيرها وعشاقها في كل مكان. أعود إلى المقدمة، إلى العاصفة وهجنها، حيث تتقدم الشاهينية وتقود مسار هذا الشوط بكل قوة وبكل تحدي. هذه الشاهينية أمامكم على خط النهاية، على خط البداية بقيادة غياث الهلالي على أول المراكز. المركز الثاني كذلك الشاهينية التابعة لهجن العاصفة، يتواجد غياث الهلالي
الهلالي في عملية التضمير والتدريب، لكن فال تتقدم للمركز الثالث لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، كذلك عز لهجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الشاهينية هجن نادي الشبة تتقدم مع المضمر سالم بن سعيد الآن إلى المركز الرابع. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام من تواجدي مياسة هجن الرياسة والمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز السادس الكورة لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم في سابع المراكز، يضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثامن موجة لهجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. شقرة تتواجد على تاسع المراكز لهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وهنا وفاء تتقدم وفاء لهجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدمها لنيل الفوز والناموس والانتصار في معمعة الصغار في بداية أول تحديات هجن أصحاب السمو والشيوخ المقدمة والصدارة. ما شاء الله لهجن العاصفة، ها هي الشاهينية، ها هي الشاهينية على المركز الأول على ناموس هذا الشوط بالمقدمة بالصدارة بالتحدي مع المضمر غياث الهلالي. لا زالت تخطو خطوات التحدي والانتصار، 1200 على خط النهاية. العاصفة مسيطرة، العاصفة متقدمة، الزحف مستمر نحو خط النهاية. هذه فال تتقدم للمركز الثاني هجن الرياسة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن اللي وصلت الشاهينية هجن نادي الشبة سالم بن سعيد. ولكن شوف الرياسة قادمة مثيرة مثيرة لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، كذلك هناك الجانب الاخر هجن الرياسة هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. اللحظات الاخيرة، اللحظات الحمراء، اللحظات الخطيرة، اللحظات الخطيرة. هجن العاصفة مسيطرة، هجن العاصفة متقدمة مع الشاهينية، الشاهينية، لكن هجن الرياسة مثيرة هملولة مثيرة، هجن هملولة وهجن الشحانية. هذه موجة 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 تتقدم للمركز الرابع، الرابع. العاصفة، العاصفة الرياسة، العاصفة الرياسة الشحانية، ولكن الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن الشحانية، هجن الشحانية. المشاغب، المجازف، المجازف، ولكن الظافر، الظافر هملولة، هملولة، هملولة دشت معاهن واسمها هملولة. هذه هملولة هجن الرياسة. أحمر خطر مر وعبر، أحمر خطر مر وعبر. ثنائية لهجن الرياسة، ثنائية للظافر علي بن جميل الوهيبي. أول الخطوط الحمراء لهجن الرياسة، أول الخطوط الحمراء هجن الرياسة. تحية وسلام للمؤسسة العملاقة محبي وشعار الأحمر الخطر. أول الانتصارات عندك يا بن جميل، عندك يا بن جميل. الله، هملولة انتزعت الانتصار الأول لتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ. المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة، بينما المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة احتلت المركز الثالث. المركز الرابع موجة لهجن الشحانية. المركز الخامس أيضا لهجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم. 7:26 جزئين من الثانية، هو توقيت هملولة لهجن الرياسة. من استطاعت أن تخطف أول نواميس هذا الصباح لهجن أصحاب السمو الشيوخ. المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة، 7:26 تسعة أجزاء من الثانية، حيث كانت تتواجد وفاء لهجن الرياسة بقيادة المضمر والمتابع في هذه الانطلاقات علي بن جميل الوهيبي. أما المركز الثالث كان التحدي من خلال تواجد الشاهينية الهجن العاصفة ب7:29 أو 28 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تانينا وناموس كذلك للمضمر غياث الهلالي. البداية حمراء، خطر حمر مر وعبر في أول تحدياته.